لم يبقى عربي إلا وفرح بما حققته السعودية، فوز تاريخي على الأرجنتين حدث لأول مرة فريق عربي يقصيها، هذا ما حصل في مونديال قطر. لكن في مناطق استيلاء ميليشيا أسد يجري مونديال من نوع آخر، مونديال الفروج، ليس نكتة إنما مفارقة مضحكة محزنة نشرتها مواقع موالية للاعب أساسي كان على موائد الناس. تلك المواقع نعت قطاع الدواجن وأكدت أنه بأنفاسه الأخيرة. عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق حكمة حداد حذر من انقراض مهنة تربية الدجاج وإنتاج البيض في غضون شهرين فقط. حداد عزى السبب إلى غلاء الصويا ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 5400 ليرة، وهو الغذاء الرئيسي للدواجن. خسارة المربين جراء انخفاض الأسعار في الأسواق إلى ما دون التكلفة الحقيقية كانت سببا آخر. بورصة الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا أسد مؤخرا تقول إن سعر كرتونة البيض 17000 ليرة، أما كيلو الفروج فوصل إلى 19000 ليرة، هو سعر فلكي ربما لمعظم الأهالي. غياب اللحم ثم الدجاج والبيض، لم يبقي أمام السوريين سوى البحث عن بدائل في دكة الاحتياط، لكنهم يصطدمون بواقع يمنعهم. البرغل رفيق المواد السابقة على الموائد هو الآخر وأصبح من الرفاهيات بعد أن أعلن نظام أسد رفع سعره ليصل سعر الكيلو الواحد إلى أكثر من 5000 ليرة. طبقتان لا ثالث لهما في مناطق نظام أسد، طبقة غنية مستفيدة من الحال الراهن وأخرى معدمة أصبحت غالبية عظمى. تقول المواقع الموالية إن ميليشيا أسد تحصل فاتورة الفساد والعقوبات من جيوب هؤلاء الغالبية. يركض المواطن في مناطق سيطرة النظام خلف الأسعار فتفر منه نحو الأعلى ويحاول اللحاق بها لكن دون جدوى، ليبقى متعبا طوال الوقت ولا يعرف الراحة أبداً.